اليوم هبطنا نساندو في احنا البريغاد كلون كلون اكتيفيست، هبطنا نساندو في عائلات وشهداء وجرحى الثورة. هبطنا خاطر لازم نهبطوا نساندوهم، مش نهبطوا نحتفلوا. معناها فما عباد في بالها شهداء متاع ناس بكري، معناها نواري بلون. لا، فما عباد مازالت كي ماتت ومازالت تموت قاعده، حتى الجرحى قاعدين يموتوا توا. معناها شهداء قاعده، عندنا شهداء جدد، عندنا صغيرات زاد شهداء مازالوا كي توفاوا، زاد شهداء جدد يلزمهم ياخذوا حقهم. الكلون هاكم قاموا بدور، عملوا نوع من المسرحيه الصامته كيفاش القناصه وكيفاش الامن اقتلت توانسه، ومن بعد عصى عليهم على خاطر طلبوا بالحق وعلى خاطر حبوا يوصلوا صوتهم. واي شكل من اشكال التعبير السلمي بالطبيعه هو يساهم باش نرجعوا على الاقل الملف فوق الطاوله وينظروا فيه بجديه. تحرك من نوعي معناه ممتاز. حاولوا الاولاد انهم يوصلوا مساج للي يحكم فينا عن طريق معناها الظاهره نتاع المهرج والتهريج، بينما هو التهريج قاعد يصير من اللي يحكم راهو. حاولوا يوصلوا الفكره بالفن، حاولوا يوصلوا الفكره وفكره المهرجين خطوه خطوه، راهي باش تطيح الحكومه. وحسيت اللي العباد معنا ملت من الاشكال القديمه نتاع الاحتجاج. كنشوف اللي حضر اليوم شاف معناها اللي عفويا تلمت حلقه كبيره نتاع عباد وفهمت الناس كل الشعارات، مش خاطر معناها الناس شافت الكلون جات، لا جات وشافت الشعارات وترفعت شعارات، وهذه اشكال جديده اللي نحبوا نشوفوها ديما في الشارع. زارتيفيست هو المشروع من الأول بدا بكوليكتيف، مجموعة تتبنى الاحتجاج الفني ولا الأشكال الفنية للاحتجاجات، معناها للمطلبية للي ولات توا أسوسياسيون لزارتيفيست، اللي هي تخدم على الأشكال التعبيرية الفنية اللي يكون فيها المواطن هو أساس، معناها أساس اللعبة. يعني احنا نعملوا فن مع المواطنين، نخلي المتفرج يفكر، تحرضوا على التفكير. والعديد من الأشكال معناها في نفس المنطق نخدموا على البلاستيك وعلى السينما الأوديوفيزيوال وغيره بنفس التقنية هذه الأفقية مع المواطن، أنك تعطيه أدوات وتخليه هو يعبر ويفكر. ومن الأشكال التعبيرية اللي برزنا انترجيومي بها هي البريغاد دي كلون اكتيفيست، هي المهرجين الناشطين اللي هما مجموعة مواطنين. قبل كل شيء ديما نستعملوا صفة المواطن، مواطنين يستعملوا التقنيات نتاع الكلون اكتيفيست اللي هي معناها تكنيك موجود في اوروبا وفي العديد من الاماكن في العالم للدفاع عن مطالب معينة. فما تفاعل كبير مثلا، خاصة في العديد من التجربة. مثلا كي نحكي على البريغاد دي كلون اكتيفيست، البريغاد دي كلون اكتيفيست احنا اليوم يمكن نحتفلوا بالعام السابع، اذا كان ما نحتفلوش احنا ما في ذكرى. اول مرة حبينا نهبطوا 2012، وكانت حكومة الترويكا وقتها منعت التظاهر في شارع حبيب بورقيبة، وتحدينا القرار هذايا ولمينا اكثر من 80 كلون وحاولنا باش نخرجوا بالسرقة، لكن صار اللي صار، معنى عنف شديد من ميليشيات وواحد وتم الاعتداء علينا. دونك ما صارتش التجربة هذيك، تعاودت بالتفكير، عملنا تجارب أخرى وتياتر انفيزيبل وتياتر فروم، ورجعت عم ناول معرفاش نستناو في 14 جانفي. كي تشوف أنت بين عم ناول اليوم وليت كل نهارين تخرج للشارع، تولدت أصلاً مجموعات جديدة بتاع ديكلون، وهذا مهم نشوفوه بالنسبه لي. ما عادش اصلا نحكيه على التفاعل نتاع الناس، معناها فما الناس قاعده تنسبيري من التجربه. اليوم فما العديد من المجموعات معناها قاعده تخرج للشارع، وهذا نشوف اكثر من التفاعل، هذا نجاح معناها اللي مازال باش يتواصل وباش ينتشر.